لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. فكنطلبوا من الله ومن صاحب الجلالة ومن المسؤولين ديال إقليم العرائش باش يساعدوا الساكنة على هاد الكارثة اللي مرت عليهم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على هاد القضاء اللي تصاب به هاد الساكنة. احنا راضين وقابلين الحمد لله. نطلبوا الله الناس والمساعدين والمحسنين يساهموا بشكل واسع باش يعوضوا هاد الساكنة. يعني ولو اسم الدوار اسم العزيب السفلي. العزيب السفلي الحومة ديال الدراوش. لاحظوا الدمار اللي خلفته هذه. لاحظوا يعني الخراب يعني الضياع ديال كل ما يملكه هذا الشخص اللي اصبح يعني من المشردين يعني من المشردين. ما يملك الا هذا الشيء اللي كيملك الان يعني الا هذا لا ملبس ولا ماكل ولا مشرب. فدابا الله يجازيكم بخير. طلبوا الله يعوضك ما في خير. امين امين يا رب العالمين. وكنشكركم وكنشكروا هذا الناس كيفلوا بالزنقه يعني الناس يعني مبقاو كيملكوا حتى يعني كيفلوا في الزنقه هاتا كوزدتا الحليوات. يعني حنا جينا على غفله لا غفله يعني هذا هو الواقع ديال هذا الميراث اللي خلفاته. وهذه شكرا ان شاء الله يكون هذا الصوت ديالكم يتسمع ان شاء الله. وما نشكر المكروب المستجاب ان شاء الله من مرسول ان شاء الله. الله يجازيكم بخير. الله يحفظكم الله يكون على خير ان شاء الله. ندخلوا فورا دابا واخا في الطياره. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.